روح الفانيلا الحمراء اوعى تنسوها، التاريخ دايما بيقول ان احنا مش بننساها. اهلا بيكم من جديد وأون سبوت. والحقيقه الحلقه اللي فاتت او الاسبوع الماضي استعرضنا عن جيل التسعينات العظيم، والحمد لله لقينا ردود افعال كويسه جدا، خاصه من الاجيال الجديده اللي ما كانتش تعرف الكلام ده بشكل عميق. فاحنا استعرضنا احداث الموسم 96-97، مستمرين النهارده في أون سبوت نستعرض موسم اخر، ريمونتادا اخرى حصلت في ارض الملعب، موسم شاف حاجات كتيره جدا هنستعرضها، تغيير مدربين في النادي الاهلي واحلام واماني عند انديه اخرى، والنهايه كانت كالعاده الاهلي بطل الدوري. زي ما عملنا الحلقه اللي فاتت بنبدا من النهايه عشان نعرف ان النهايات الكبيره ازاي صنعها الاهلي في لحظات فارقه. موسم 2011 هو اللي على مائده الاهلي خط احمر النهارده. موسم 2011 بينتهي لصالح النادي الأهلي بفارق 5 نقاط عن الزمالك، 61 نقطة للنادي الأهلي و56 نقطة لنادي الزمالك. هل ده معناه أن الدوري كان سهل؟ عودناكم الحلقة اللي فاتت أن النادي الأهلي لا يعرف الاستسلام، وهنشوف إزاي الدوري ده النادي الأهلي حسمه. هننشط الذاكرة وعندنا 3 محطات رئيسية في النادي الأهلي تحديداً، وهي استقالة الكابتن حسام البدري، تولي الكابتن عبد العزيز عبد الشافي فترة مؤقتة، ثم عودة الكابتن مانويل جوزيه اللي كانت حديث الشارع الرياضي القروي. أول حاجة هي استقالة الكابتن حسام البدري اللي كان بادئ الموسم مع الفريق وكان طبعا من الموسم الماضي، وعند أول هزيمة الكابتن حسام البدري بشكل مفاجئ بيقدم استقالته بعد الهزيمة من الإسماعيلي 3-1، والحكم كان فيه خروج من قبلها بشهر أمام الترجي التونسي في الدور قبل النهائي لبطولة أفريقيا، ولكن كان بسبب خطأ يد إنرامو. لكن الحقيقة برغم استقالة الكابتن حسام البدري الأمر لم يكن بهذا السوء في الموسم، لأن وقتها النادي الأهلي كان لعب 9 مباريات وقدر يحقق 18 نقطة، في الوقت اللي لعب فيه نادي الزمالك 11 مباراة وقدر يحقق 24 نقطة. ممكن عمارة تستعرض الصورة بتاعت موقف الأهلي والزمالك عند استقالة البدري، زي ما حضراتكم شايفين كان 5 فوز للنادي الأهلي و3 تعادل وهزيمة وحيدة، في حين نادي الزمالك 7 فوز و3 تعادل وهزيمة وحيدة. والغريب أن الهزيمة بتاعت النادي الأهلي كانت 3-1 من الإسماعيلي، وأيضا نادي الزمالك اتهزم 3-1 ولكن من إنبي، وكان حارس الزمالك وقتها الكابتن عصام القدري، وكان باقي للنادي الأهلي مباراتين مؤجلتين فارس نادي الاتحاد ونادي سموحة، ولكن قرار غريب للكابتن حسام البدري. فدائما أنت عارف بيكون الكابتن عبد العزيز عبد الشافي يلعب دور المنقذ وتولى قيادة الفريق بشكل مؤقت حسب بعض الامور. رحل الكابتن حسام البدري بعد هزيمه صعبه من النادي الاسماعيلي، ولكن مجلس الاداره وقتها لو فاكرين تمسك بكابتن حسام البدري، وكابتن حسام البدري اصر على قراره. بعدها كالعاده الخلوق عبد العزيز عبد الشافي احد رموز النادي الاهلي والاوفياء والمخلصين للنادي الاهلي جاء في فتره طبعا الفريق كان فيه هزه في الثقه، حصل تعادل مع نادي الاتحاد وتعادل مع نادي المقاولين وتعادل مع نادي سموحة وفوز على الحرس. أبو تريكة سجل 2، أبو تريكة في الدوري ده سجل 8 أهداف منهم 4 في فترة كابتن عبد العزيز عبد الشافي اللي هي مجرد 5 مباريات، ولكن المحطة الفارقة في رأيي هي مباراة الزمالك. المباراة دي كانت كفيلة تبعدك تماما لو خسرت فيها. كابتن حسام حسن كانت المباراة دي تقريبا من العامل السلبية، لأن كان شحن اللاعب كلها فيها إن أنت تقدر تخلص الدوري بدري وتقدر تبعد بدري، وده كان واضح يا احمد. وكمان النادي الزمالك في مباراه 0-0 كانت اول مباراه لنادي الزمالك في الدوري ما يسجلش فيها اهداف. الاهم يا فارس ان كان قبل مباراه الاهلي والزمالك نادي الزمالك اصر على لعب النادي الاهلي مؤجلاته عشان يبقى عدد مباراة متساوي، وهنا بقى الفارق 6 نقاط فعليا لاول مره في تساوي عدد النقاط. قدر كابتن عبد العزيز عبد الشافي قدم مباراة تكتيكية من أفضل المباريات، كان توظيف كابتن حسام غالي فيها لو نفتكر مختلف، أهدر النادي الأهلي عديد من الفرص، حتى اللاعبين في حالة نفسية كانوا مختلفة جدا، وكل الناس كانت بتشيد بالنادي الأهلي وقتها، وقدر كابتن عبد العزيز عبد الشافي يعمل مباراة كانت فارقة قبل وصول مستر مانويل جوزيه، عشان نسلم مستر مانويل جوزيه مرحلة حاسمة جدا كانت محتاجة حد بقدر وذكاء مستر مانويل جوزيه. احداث مباراه الزمالك كان طبعا الفكره كلها انها اثارت غضب جماهير الزمالك، لان كانوا
متصورين ان الفوز هيوسع الفارق لتسع نقاط. الاهم حصل موقف ان كانت المباراه دي بتاريخ 31 ديسمبر فكانت احتفالات الكريسماس، فطلع قرار من الامن وقتها بتاجيل المباراه. نادي الزمالك اعترض تماما على فكره تاجيل المباراه ليناير عشان النادي الاهلي ما لعبش لا بصفقات جديده ولا بمدير فني جديد، وكانوا عايزين المدير الفني المؤقت. فقدر وقتها او اتحاد الكره وقتها استجاب لنادي الزمالك وقدم المباراه من 31 ديسمبر ل 30 ديسمبر، ولكن انتهت المباراه 0-0 وظل فارق النقاط ست نقاط. وطبعا مستر مانويل جوزيه اول يوم ليه او مؤتمر صحفي ايضا كان يوم 6 يناير وتداعب مع الجماهير 6-1 وفرق 6 ووعد ببطوله الدوري، لكن كان في بعض الاحلام وبعض الاماني وبعض التحديات ايضا لها من الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن اللي كانوا بيتولوا الاداره الفنيه لنادي الزمالك، وكانوا على استعداد كبير جدا لعوده مانويل جوزيه حتى يرى نهايته على أيديهم. نشوف فيديو للكابتن إبراهيم حسن وهو بيحلم بالانتصار على مستر مانويل جوزيه. أنا شايف رجعة مانويل جوزيه هتبقى أسطورة بالنسبة له، لأن اللي فات مات، معرفش اللي فات ممكن يتحقق، والظروف اللي حصلت له ممكن تبقى موجودة، لأن أصبح ليك منافس، منافسين أقوياء، أصبح إن العناصر اللي معاك خلاص اختلفت، أصبحت الدنيا ما بقتش هي الدنيا. خلي بالك يعني من ملخص يا كابتن شوبير، فممكن تكون، أنا مع كل احترام ليه طبعا وبقدره جدا من دوت، هو زي ما قلت، بس ممكن الحال يوصل فيه لكابرال وتسوبل، وأنا بفكرك وممكن ينجح نجاح كبير جدا تاني يا كابتن إبراهيم. كل شيء وارد، انا يعني اكيد حته النجاح ده بتاع ربنا، بس انا بقول لك انا الحمد لله الواحد عنده رؤيه كويسه، يعني في حاجات بتوقعها وبتحصل، فهي رؤيتي ان ممكن رجوعه يبقى نهايه بالنسبه له في مصر، وممكن تكون المطاف يرجع فيه مثلا يمسك مثلا الاتحاد، يمسك المحل، يمسك المصري. وممكن تكون اعاده انطلاق ليه وللنادي الاهلي من جديد يا كابتن ابراهيم. ممكن كل شيء وارد، بس الاحتمالات بتاعت كابتن احمد شوبير غير احتمالات خالص كابتن ابراهيم حسن. حابين نقول ان الكابتن حسام والكابتن ابراهيم بالفعل كانوا من الموسم اللي قبله انقذوا نادي الزمالك من نتائج سلبيه كتير جدا، فبالتالي ومتصدر الدوري بالظبط ومتصدر الدوري، فاكيد من حقه ان هو يحلم، وقال ان الظروف اتغيرت، وبالفعل الظروف اتغيرت، ولكن حتى لما الظروف اتغيرت وعاد مانويل جوزيه الموضوع اختلف تماما، وان اهلي ومانويل جوزيه ما بيتغيروش. عندي حاجه طبعا كل الاحترام لكابتن حسام وكابتن ابراهيم، ولكن قال ممكن يرجع يمسك الاتحاد والمحله والمصري. كابتن حسام مسك المحله ولا الاتحاد والمصري بس؟ لا المصري ومسك الاتحاد. والاتحاد بس كابتن ابراهيم اللي كان بيقول. كابتن ابراهيم اللي كان بيقول. هو كابتن ابراهيم قال وكابتن حسام هو صعب جدا التنبؤ بالشكل ده لمستر مانويل جوزيه، وفي الوقت اللي كابتن ابراهيم حسام كان بعض التصريحات الحماسيه كان مستر مانويل جوزيه بيذاكر. نشوف التصريح ده ونرجع نعقب. Yes, I'm so happy that them because I know they like me so much in the field. I feel the same about them. What I want that they think about if they can. Don't remember that these players, the old players, they need love because they made a fantastic work in this club. For the other side, the pressure must be a little high because not so high, okay? A little down. Because who try before me, Badri and Zizou, they try to introduce a new players, a young players. And these young players, they must grow easy, okay? Without pressure to grow more fast, okay, more quickly. They need the confidence, the supporters, and for the other side, they must be patient with the old players and patient with the young players. But I know this is not this is not always easy. But anyway, I want to tell them we're gonna try to win. Zamalek have 6 points. Okay, I'm gonna say the other clubs catch Chikabala. And gonna be more easy for us. مستر مانويل جوزيه كان بيذاكر زي ما قلت لكم، واتكلم في نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولى كان الفريق فيه عدم استقرار
فني نتيجة اللاعبين الصغار اللي كابتن حسام البدر حاول يعتمد عليهم دفعة واحدة، شكري، عفروتو، أعتقد مجموعة من الأسماء يا أحمد اداها الثقة كابتن حسام. محمد طلعت برضو شارك فيما بعد وبدأ الأداء تز، واللاعبين الكبار كمان بدأ يحصل عندهم فقدان للثقة. مستر مانويل جوزيه اتكلم في الفرق ما بين ده، إن أنت تجهز الناشئ في ظروف تساعده مش في ظروف تعثر، وإزاي اللاعب الكبير كمان يكون له قيمته في الأوقات دي إنك تشتغل على شخصيته. مستر مانويل جوزيه كان جاي فاهم كويس قوي الدنيا داخليا فيها إيه والهزة النفسية إيه. ده فيما يخص المنافس، قال أنا عندي فرق 6 نقط. أنا بقول لكل الأندية الأخرى امسكوا شيكابالا وساعتها مش هيكون عندكم أي مشكلة فنية مع الزمالك. وفعلا في الموسم ده أفضل مواسم شيكابالا على الإطلاق محليا، كان شيكابالا هداف الفريق وبين هدافين الدوري بالتساوي مع أحمد عبد الظاهر أعتقد وقتها. فمستر مانويل جوزيه حط نفسي على شيكابالا اللي أداءه اختلف تماما فيما بعدها. وعاد مستر مانويل جوزيه وبدأ التحدي. والحقيقة في الظروف العادية لما تكون أنت دايما بتحاول تلحق بالمنافس، لما يقع متصدر الدوري لازم تستغل وقعته دي فتدي انطباع للمنافس ان انا وراك بقوه عشان اخد الصداره منك. ودايما الاهلي الحقيقه كان بيعمل الامور دي، ولكن عن الظروف اللي حكاها فارس عن مستر مانويل جوزيه واللعيبه الصغار وفقدان الثقه عند بعض اللاعبين الكبار، النادي الاهلي جات له فرصتين ان هو يضيق الفارق. لكل مره يتعادل الزمالك قبله بيوم النادي الاهلي يتعادل، الزمالك يتعادل النادي الاهلي يتعادل، لكن الفرصه الثالثه ما عدهاش. فكان فارق ال6 نقاط وكان رقم 6 وحديث مستر مانويل جوزيه خلص في 6 اسابيع. ممكن نستعرض الاسابيع الفاصله او المحوريه في دوري 2010 2011. النادي الاهلي امام المقصه بيلعب بعد مباراه الزمالك والانتاج بيوم، الزمالك بيتعادل، بيفشل النادي الاهلي في اول مباراه لقياده مستر تحت قياده مستر مانويل جوزيه، وبيتعادل مع المقصه طارق يحيى، وبرضه المقصه لها حديث في هذا الدوري 1-1 بالتاكيد. والهدف المائل ابو تريكه جه له من ركله جزاء في الدقيقه 25 من الشوط الاول، ده كان في الاسبوع ال15. في الاسبوع ال18 الزمالك بيمنح النادي الاهلي فرصه اخرى بالتعادل 1-1 مع انبي ليستكمل الزمالك النتائج السلبيه في الموسم ده مع انبي بعد الهزيمه في الدور الاول 3-1. ولكن النادي الاهلي بيتعادل مع المصري البورسعيدي 0-0 عشان تيجي فرصتين للنادي الاهلي. كان ممكن الفريق نقطتين يفضلوا 6 زي ما هم. ولكن في الاسبوع ال19 الزمالك بيمنح الهدية التالتة للنادي الأهلي، وهنا بقى التالتة تبتة قدر يفوز النادي الأهلي على الجونة بهدف الكابتن أسامة حسني هي 7 من بداية المباراة. وزي ما قلنا فكت عقدة التريكو. التلات مباريات اللي بعد كده الأسبوع ال20 الزمالك كالعادة بيتهزم من الجونة 2-1. وهدايا الجونة دايما ما كانتش بس 2018-2019 تقريبا تاريخية معانا. النادي الاهلي بيفوز على الاتحاد بهدف الصخره وائل جمعه في الدقيقه 82 بعد ما ضيع الكابتن هاني سليمان 41 دقيقه تقريبا من عمر المباراه. الاسبوع ال 22 الزمالك الاهلي بيتعادل مع انتاج عشان نخسر نقطتين تاني ويوصل المجموع ل4 نقط بعد فوز الزمالك على المقاولين. وطبعا عارفين الزمالك على المقاولين هنتكلم في الفوز ازاي ل3 نقط. ف بيجي الاهلي بيلعب مباراه مع حرس الحدود قبل مباراه الزمالك والمقصه اللي هنتوقف طبعا عندها، فيوصل التساوي بين الفرقتين. ولكن الزمالك يا فارس مباراه المقصه بالزبط. يفوز الزمالك على المقصه يظل الفارق 3 نقاط. ولكن المباراه الشهيره او مباراه الموسم، انا عايز اقول لك كل الاحداث دي وكل سقوط نادي الزمالك ده كان قبل المباراه نادي بالظبط قبل المقصة. مشكله المقصه. ولكن زي ما احنا متعودين الفكره كلها ان احنا هندور على خطا تحكيم هدف حسن شحاته وقت ما نحس بالظبط كده وقت ما نحس ان احنا بنجيب اخطاء في التريكو. اللي انا عايز اقوله لك حاجه، بص الاثر النفسي لمستر مانويل جوزيه، 6 مباريات الزمالك بيفوز مباراه وبيتعادل في كام؟ بيتعادل في 3 مباريات وبيخسر في مباراتين يا احمد. بالظبط. الزمالك ال11 مباراه الاولى اللي عرضنا فيها فارق ان ال6 نقاط جه ازاي؟ تعادل في 3 مباريات بس، هنا في ال6 مباريات 2 خساره و3 تعادلات. فارس انت لما تاثير رهيب جدا للمدرب. ولما تكون انت متصدر، يعني برضه مش عايز اخدها في سكه مستر مانويل جوزيه قد ما اخدها اهلي ومنافسين. النادي الاهلي لما بيكون متصدر امور بتبقى صعبه جدا ان انت حتى لو طلعت تدافع ورا ان هو يهتز ثقته، لكن الانديه الاخرى اي نادي مش واخد على فكره الصداره وقت ما بيحس ان النادي الاهلي بيفوق بيفكر في النادي بالزبط. الاهلي اكتر من تفكيره في الحفاظ على الصداره. مباراه المقصه اللي احنا بنقف عندها زي ما عملنا معاكم في الدوريات السابقه،
اكيد الزمالك عنده منهجيه ممكن تحفظها على مدار التاريخ لو انت بتتابعه. كل مره عنده اخفاق ما بيروحش الاسباب الحقيقيه للاخفاق ويبدا يدور على تابوه يحطه، يفضل الاجيال تقرره ان هو ده كان سبب ضياع الدوري.